تتباب. ما انتوا فاكرين الحكايه لعبه يعني. عمالين نقول صوم والناس بتتدلع مش عايزه تصوم. ان شاء الله معاك صوم. يبقى حاسب في الاخر. شوف هتحاسب ربنا على ايه. عمالين نقول توبوا 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 والناس زي ما هي وتخش تتناول من غير توبه. وهي الخصمه وهي زانيه وهي عامله كل حاجه. طب راح انت بتستهين بربنا. خد بالك ان هو ده الحجر. الذي رفضه البناؤون. الذي صار رأس الزاوية. تشوفوا العربيات اللي ماشية اللي محملة كتل الرخام الكبيرة. كده تروحوا الهرم وتشوفوا الحجر اللي مبني بيه. هدي اهو ده حجر الزاوية. لو اي واحد فينا وقع من الدور الثاني ولا الثالث ولا العاشر فوق الحجر ده اللي براله ايه؟ يقول لك جاله ارتجاج في المخ. ده عظمه مكسر ورجليه وركبوا له شرايح ومسامير و... طب لو انا ماشي والحجر ده وقع فوق دماغي. قال لك يسحق وسحق. افضل العب بقى طول عمرك. اديني بفهمك اهو. وريقي نشف معاك. بنجيب ووصية وما بتسمعش. بأنبياء وكهنة ومعلمين وما بتسمعش. بالله الذي أحب العالم وبذل ابنه الوحيد. لكي لا يهلك كل من يؤمن به. لازم تترك كل شخص وبرضه ما بتسمعش. على راحتك واللي راحته معاك لا طلاق. راح يترك الدنيا كلها. متى جاء يهلكهم. نحن لا نترك من وعدناهم بالبقاء. كل من يسقط عليه الحجر يسحقه سحقا. ولكن لنتمسك بمن أراد الرحيل.